السلام عليكم. الاسم محمد المدن، بائع السيارات المستعمله بمدينه صفرو. ما حكم الاحتكاك في الدومين ديال السيارات؟ اكتشفنا باللي 90% ديال السيارات اللي كنشريو خصهم ضروري يمشيو عند الطولي باش نستكيو عليهم شي شويه، ولا كانت فيهم شي خبيشه ولا شي نبيشه في شي بليزه ضروري تخصها تصبغ باش تشري مزيان. كما كيقولوا ناس زمان في المثل ديالهم زوق سبيع. الحمد لله هذه دابا تقريبا 8 سنين ولا 7 سنين في الميدان. كنتعامل مع واحد السيد الحمد لله كيديرنا الخاطر، الاسم ديالو جواد، شركه اوتو الرحمه، كاينه في بودرهم حدا القبورات، حدا الباب القبورات القديمه اللي كاينه في صفرو. الحمد لله هذا السيد هذا خويا كيدير لنا الخاطر بزاف. الخدمه الحمد لله احترافيه، خدمه نقيه، كيخدم بالنيتو، ماشي كيدير داك الخدمه ديال ضرب ودوز ويصيفطك تمشي في حالاتك، لا الحمد لله خدمه نقيه بزاف. كيدير لك الخاطر، كانت شي حاجه خصها تبدل كيقول لك هذه خصها تبدل، ما كاينش داك رقاع ولا ديال البوليستير ولا هذه وهذه، خدمه نقيه تبارك الله. والحمد لله دابا هاد السنين كامله وحنا خدامين مع هاد السيد، الله يعمرها دار زعما الصراحه الله. حتى بالنسبه لي زاسيرونس كيصوب لي دوفي ديال لي زاسيرونس، ولي زاكسبير الحمد لله كاملين كيعرفوا السمعه ديالو في البلاد، خدمه نقيه تبارك الله، والله يسخر الجميع. الحمد لله راه كلشي عنده الطوموبيل، راه اي واحد كتمشي عنده كتلقى عنده تقريبا الطوموبيل، 90% ديال الناس في المغرب راه عندهم الطوموبيل. ضروري كتشري الطوموبيل كتجي تدخلها للكراج كتقيسها، ولا شي واحد كيخبشها لك بالليل، ولا كتصحى الصباح كتلقى شي ضريبه هنا في البارشوك ولا شي حاجه، ضروري خصك تمشي ديال الطولي. والطولي دابا هاد الوقت هادو كاملين ما كاينش المعقول، كاينين الغش. مع حكم السلعه غلات وديك الشيء الصباغه غلات كلشي غلا، راكم عارفين هاد الزياده الاسعار اللي كاينه. والحمد لله السيد زعما كيدير معنا ثمن مناسب، انا بعدا شخصيا كيتعامل معايا مزيان، وتسمع في البلاد راه كل بلاكس على ظهره. والسلام.